السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. على الأغلب في الكثير من دول العالم يكون مقياس الأمن الغذائي هو كمية الحنطة المنتجة في هذا البلد. كثير عندنا من البلدان العالمية وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والزيادة تصدرها إلى الدول النامية أو الدول ما تستطيع إنتاج القمح بصورة كبيرة وكثيرة ممكن تكفي شعبها. العراق في أحد السنوات الماضية، وما أتكلم لك اليوم على سنوات قبل 10 سنوات أو 30 أو 20 سنة، قبل عدد من السنوات بسيط جدا، تقريبا في عام 2019 العراق يحقق الاكتفاء الذاتي وبزيادة كبيرة جدا. بعض الأرقام تقول 5.5 مليون طن من الحنطة، والبعض الآخر يقول 6 مليون طن من الحنطة. ولكن بعد هذا الموسم مثل ما يقول المثل الشعبي عين وصابتنا، تراجع إنتاج الحنطة بكميات كبيرة جدا، وظروف عديدة أهمها موضوع نقص المياه وأيضا نقص الدعم الحكومي المستمر إلى الفلاح. إلى ما وصلنا إلى تقريبا من أسوأ السنوات هو الموسم اللي راح، وللأسف أغلب الأرقام والمؤشرات تؤشر أن هذا الموسم أيضا سيكون صعب جدا، بعد ما أعلنت وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية الخطة الزراعية الشتوية. بداية جدا حرجة وتوقعات خطرة جدا لموسم الحنطة. من المسؤول؟ هل هي وزارة الزراعة أم وزارة الموارد المائية؟ أم ما نلقي اليوم المسؤولية عليهم، لأن اليوم الصعوبات أكبر من ما هو موجود من إمكانيات. راح نناقش كل هذه التفاصيل وتفاصيل بداية موسم الحنطة مع ضيوف أعزاء، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. ضيفنا في الاستوديو الشيخ ضياء الربيع، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية. أهلا وسهلا بيك ضيف عزيز في برنامج أرض السواد. حياكم الله وبارك الله بكم. ربي يخليك شيخ، ونشكر قناتكم الموقرة اللي متابعة هاي الأمور. فعلا يعني احنا اللي نمر بظرف كله صعب، العراق بشكل عام والفلاح بشكل خاص، وانتم سباقين بهاي الامور، واتمنى لكم التوفيق بخدمتكم ان شاء الله. اخر نتكلم انه قبل اسبوع اعلنت وزاره الزراعه عن الخطه الزراعيه الشتويه. اليوم كاتحاد جمعيات فلاحيه رايكم بالخطه، كيف تقيمون الخطه؟ عندكم اعتراضات على بعض النقاط؟ احنا هي قياسات الخطه اللي موجوده، احنا هذه قبل سنتين من صارت بدايه الشحن، اول العام صارت من بعد 2019 بدا يصير تنازل عندنا. 2019 اعطانا 5,500,000 طن، السنه اللي وراها 3,500,000 طن، واللي السنه اللي وراها هذه هسه اللي مضت 2000 طن مليون عفوا. فهنا اكو مساله، يعني احنا مو يعني ما نضم على واحد، احنا بس اللي ما اعرف غايبه الوطنيه عندنا، ما اعرف بشكل عام انا اتشي. يعني هنا المفروض اكو وطنيه الاخلاق، وبعدين هنا عمليه انه شلون تنتج لبلدك. احنا هذه الخطه قبل سنه وكنا قاعدين، انا كنت اللي حاضر ويا السيد وزير الزراعه والسيد وزير الماليه الموارد المائيه، واتفقنا على انه يجيبون 1000 مرشه كبدايه من السعوديه ومن الخليفه، هذا كان اتفاق. واليوم لحد الان ولا وحده. فهنا العمليه هو اكو عندنا دين قصبي، وتعرفون عندنا الوضع الخزين ما عندنا ما يكفي، خزين زراعي ما يكفي. فهنا المفروض اكو يعني التقارات الحديثه، احنا بعدنا على الري القديم. هذا الري القديم ما يقدر يلحق لنا. المفروض الوزاره ترتب ورئاسه الوزراء ترتب، وكل الناس اللي عندهم يعني مسؤوليه بهذا الوطن ويحبون وطنهم ويحبون شعبهم ويحبون الفلاح، بس الظاهر بيكفون الفلاح. يعني هسه قللناها سووها 12 مليون دونم جاهزه للزراعه في العراق، وصلوها قالوا 6 ملايين، اوكي ماشي، وانطينا انتاج كلش محترم 5 مليون اظن. بعدين نزلت الى 1,500,000، وهسه 1,500,000 انطوا الخطه. زين هذا 1,500,000 انت هاي الفلوس اللي راح تجيب بيها ما تجيب بيها حنطه؟ مو هذا استيراد راح يطلع عمله حصعبه، وهاي الدغاله يطلع عمله صعبه، هذه هذا دمر البلد.
فهنا المفروض انت تفكر بمكان ما طلع هاي الابنه، جيب لنا مرشات وخصتها على الفلاح، دعم ماكو، سيارات يدعموها دول هاي اللي بسيطه، مثلا عندك باكستان، عندك الهند، الطاقه الشمسيه تدعم 55% من ويقصدون تقصير المريح على الفلاح. زين، لا طاقه شمسيه عندنا ولا مرشات محوريه ولا ثابته. المفروض هسه احنا نجهز لكل الفلاح تنطي على قد قيمه الارض مالت الموجوده، وينطيك انتاج، ونوصل انتاجنا للاكتفاء الذاتي، وحتى نقدر نصدر ونطلع، يعني نجيب عمله صعبه، ما نطلع عمله صعبه. ما اعرف التفكير وين يوصل، ما اعرف. ما متفائلين بهذا الموسم؟ احنا ما طبعا ما يقول لك 1,500,000، يعني 1.5 مليون دونم، يعني الانتاج مالنا نفس الشيء، يجوز يطلع طن 1,500,000 طن او اقل. يعني انت هذه الباقي منين راح تجيب؟ قد يكون أسوأ موسم تاريخ الحنطه طبعا صارت الارقام. زين، انت احسب حساب لما انت راح تجيب ايش قد، راح تحتاج انت 3,500,000 اذا مو اكثر. فلوس هذه اللي تجيبها مرشات الفلاحين والتقصير المريح ومدعومه، والفلاح ينتج، وننتج الفواكه والخضر وننتج كل شيء، وعندنا مياه جوفيه، وعندنا مياه موجود، عندنا هذا المي موجود، ولكن الانهر الطينيه يروح كل، يعني لو ري الحديث في كل دول العالم صار ري حديث، فري الحديث الموجود، واحنا عندنا شركات منتجه ترى، عندنا شركه النعمان، شركات منتجه عراقيه، سنحاريب سنحاريب اي وقفوها، نعم منتجه، يعني هذه شركات موجوده. ليش ما قاعد توصل للفلاح لعد؟ مو الفلاح يعني يريدون الفلاح هو يشتري؟ اي ما عندنا الفلاح. واثنين اذا يروح على المصرف، المصرف يريد منه عقار. انا كنت قبل شهرين او ثلاثه يم وزير العفو مدير عام المصرف الزراعي. وبارك الله بيه استقبلنا واهلا وسهلا. وصلنا عمليه القروض يقول لي الا عقار. زين، الفلاح من توزيع الاراضي لحد الان هو فلاح ما عنده الارض مالته كلها، له 35 له عقد 117. زين، وما تضمنه انت، حتى لو ارض زراعيه طابوا ما يضمنها الا تجيب عقار. زين، منين اجيب عقار؟ يعني انت انطيتني مثلا المبلغ نص راح انطيه لبن العقار في سبيل يقدر يضمني. يعني الفلوس طلعناها خارج عمليه الانتاج. فهنا يعني اكو دراسه المفروض هاي الشغله. كل دول العالم، هذا السعوديه بالهويه مال السعوديه، الابو الابل ينطونه 50 مليون ويسددها ورا 15 سنه لان عنده جنسيه سعوديه. بس الجنسيه العراقيه يعني ما عنده، وبعدين هو احنا ما نريد هسه بالجنسيه. المشروع مالي يضمني، انت عندي ارض. هم شو يصورون يعني انا هسه الارض حتى 35 او 117 الدوله من واحد ما بيع بمليار. وانت بس تعطيني كلها مثلا تعطيني 50 مليون او 100 مليون اشتري بها مرشات، اعطيني دعم مرشات، اعطيني الات، ما هسه ما عندك فلوس. الات اشتريها انت تزيها قصتها واعطيني اياها. الجمعيات الفلاحيه عندها علم بتظاهره امس امام وزاره الزراعه؟ احنا مستمرين، وعندنا هسه احنا بس ما نريد ان الفلاح يركب الموجه من صارت الظاهره نكون وياهم، لا. احنا عندنا موقف. هذا ما يعني بصراحه كل فلاحين العراق منذمرين بشكل وينزلون بالشارع. لانه ما كنت حرب. علاف ما عندنا. سماد ما عندنا. مرشات ما عندنا. زين احنا شو نسوي؟ يعني ظل نسكت ما. يعني المفروض احنا سكتنا وقلنا يابا احنا ما نركب موجه وما نظاهرات وما اشارات. والدوله هي المفروض تبتعدون عن المشهد السياسي بالضبط، احنا بالضبط هو ما ندري. احنا نريد يعني حسبي فلاح انت سهل. كل واقعكم هسه تكون كل مع كل الرؤساء مع اعتزازي لهم كل الوزراء لو ترجع الواقع اللي اسمه فلاحي كلهم يعني انت لا تنسى نفسك ولا تنسى هاي اهلك اللي موجودين. واثنين نفكر تفكير وطني هسه انت مكان ما يعني انتاجك اللي بلدك وين واللي يجيك ما تعرف ايش بيه ما بيه كل يتم يعني مضاف لمواد للاسف. يعني احنا هنا نتمنى انه نكون نعم. والله مو نتمنى نطالب الناس انه تكون تحس بوطنيتها. عيش مواطنه، عيش وطن. صحيح. حب نفسك، حب بلدك، انتج لبلدك. انت تقعد على الميز المفروض تفكر بلدك ما تفكر بهذا. كل دول العالم هسه منين انتاجها ونجحت منين؟ لان خدمه ونزلوا خدمه وما يدور كشخه ولا يدور سياره عدد موديل ولا يدور حمايه 16 واحد تركض قدامه وخمسه يركضون وراه.
الوزراء بالخارج الرئاسي والوزراء يشارك بايسكل يمشي في الشارع. ليش؟ لان شعبه يحبه. لان الناس تحبه، لانه هو جاي من اجل الشعب والناس تحبه. فانت طبعا اذا انت متخوف عليه ما حد يريدك اصلا. اكيد شيخنا. طبعا احبه المشاهدين، امس صباحا كانت هناك تظاهره لعدد من الفلاحين ومنتجي البذور امام وزاره الزراعه. حقيقه كانت طلباتهم مشروعه جدا، تظاهره مطلبيه حقيقيه. كاميرا قناه الايام الفضائيه كانت متواجده بهذا الحدث المهم. خلونا نشوف هذه اللقاءات وراجعين. اليوم جميع الفلاحين والمسوقين الى شركات البذور من كل العراق اليوم جاءوا وقفة استنكار ضد وزارة الزراعة التي حجبت الأموال عنا. الأموال المفروض تدفع، احنا مسوقين من شهر الخامس، المفروض تدفع خلال فترة 10 أيام، اليوم صار 4 أشهر وهم ما دافعيننا نص المبالغ. احنا نعتب على الوزير ونعتب على كل المهتمين بالشأن الزراعي. قانون الأمن الغذائي اللي الدولة والبرلمان شرعه واللي أخذ هذا المساحة وهذا قالوا المستحقات الفلاحين جزء لا يتجزأ من قانون الأمن الغذائي وهو الرئيسي في الأمن الغذائي. وين راحت فلوس الأمن الغذائي اللي 17 اللي نعرف احنا بالقنوات 17 مليار دولار؟ وين راحت فلوس الأمن الغذائي والدولة ما تنطينا فلوس المستحقات؟ زين احنا إذا للمزارعين ما تنطي، لمن تنطي لعد هاي قانون الأمن الغذائي؟ لمن يعني؟ واحنا حق بها لأنه واحنا اللي نقوم بالعملية الزراعية واحنا اللي نزرع واحنا اللي نوكل الشعب. يعني رغم هذا اللي يصير بالبلدان وقلة الغذاء وقلة الزراعة وهم متعمدين يدمرون الزراعة بالعراق. يعني بال 2019 وصل انتاج 5.5 ملايين، بال 2020 21 وصل انتاج 3 ملايين، الان الانتاج 2.25 مليون. يعني التدني واضح ما يراد لها، اي واحد يعرف هذا التدني سببه وزارة الزراعة. نحن منتجي البذور في محافظات العراق كافة نقف اليوم وقفة احتجاج على وزارة الزراعة لعدم تسليم مستحقات الفلاحين من منتجي البذور. احنا سوقنا بذور لشركات تابعة لوزارة الزراعة، وزارة التجارة سلمت المستحقات لنا، وزارة الزراعة ما قاعدة تماطل ما تسلمنا مستحقاتنا. بعام 2021 ايضا سلمناهم بذور والدولة زيدت الأسعار 50,000، وزارة التجارة أنطتنا الفرق، وزارة الزراعة لحد الآن نايم على الفرق ما جاي تنطينا 50,000. نسأل وزير الزراعة هاي 50,000 وين مصيرها؟ وين الفلاح يريد مستحقاته؟ إحنا ورانا موسم، ورانا زراعة. أنا من محافظة ديالى، أمثل محافظة ديالى، محافظة ديالى جفاف صار سنتين ما زارعين، أخرت البذور سنة كاملة، أخر المستحقات علينا الوزير. إحنا سلمنا على 550,000، هذا العام سلموا على 850,000. هذا الفرق شنو ليش احنا نتحمل واحنا سلمنا وياهم؟ المفروض انت تعوضنا. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. شيخ ضياء، شاهدنا هذول يعني منتجي الاشخاص المحترمين اللي طلعوا منتجي البذور. نعم. اللي ايضا رئيس الزراعه هذول شركه ما بين الهرين. هذا يعني انت اكو مساله يعني والله ما يعني ما يصدق العقل. يعني انت هسه انت تستلم استورد من برا، مو تنطي فلوس نقد طبعا، مو تنطيها الذي دام تنطي اعتماد وغيرها. يا خلف الفلاح انتج صار يعني هو مطلوب للسماد ومطلوب للبذور ومطلوب للسيارات وللنقل، زياده منين يسد؟ يروح يشتري ياخذ بالفايض ويسد العالم ويذر المطلوب. يعني انت اذا ما تفكر بهذا شلون راح ينتج مره ثانيه؟ يعني هي عمليه ما اعرف مؤامره ما مثل ما حكاها والله يقول هيك ولا اقرا اسم المؤامره. يعني انت زراعه ما تريد نزرع ما اعرف، مي لا تقدر توفر، اسمدة لا تقدر توفر، رشات لا تقدر توفر، زين ما تصريح لي الاستاذ حميد الدكتور حميد النايف المتحدث الرسمي باسم وزارة نعم الزراعه. سلام اله بارك الله، تحياتنا اكيد اليه ولو زعلان على ارض السواد قبل ما يطلع ويانا. نقدر انه بالابار نزرع 3 مليون دونم، هل هذا رقم اليوم يبرد من موضوع الازمه لو هو رقم ممكن حقيقي؟ شلون نستخدمه؟ اذا استخدمنا بالتقنيه الحديثه مرشات ويعطونهم مثلا طاقه شمسيه او يوفروا لهم غاز اللي هسه زادوا سعر عليه، اذا وفروا للفلاح الفلاح ينتج اكثر من هذا الرقم وننطي اكثر من هذا الرقم. وعندنا مياه جوفيه هوايه، وعندنا المياه الموجوده السطحيه ايضا موجوده، ولكن تجي بتقنيات حديثه وري حديث وتوصل المي ويقدرون شلون موجودة عندنا صلاح الدين، عندنا موصل بعض المارشات. نعم. يعني تشتغل
يعني انت توفر لي هذه المرشات حتى في سبيل استخدام المياه يصير يعني اقل مما يعني اصدر بالقاع، فراح يصير عندي انتاج، اولا انتاج محترم. عندكم فلاحين مسجلين ضمن الاتحاد يستخدمون تقنيات الري الحديث؟ موجودين، نعم موجود عندنا. نعم باي موجود. طريقه؟ طريقه السق المحوري المحوري والثابت، واكو ناس يعني جهزته ورتبته، لكنه انت بشكل عام فلاح كله يستحق، كله تحول له حتى بيسبب مي عندك موجود، مياه جوفيه اكو، مياه سطحيه ماكو، واكو ترشيد بالاستهلاك، فراح يصير عندك يعني سيطرنا، اعطينا انتاج جيد بحيث ما لا اغدرنا التربه وبحيث ما انطت موت عندنا زاد ولا عطشناها، مي بالتوقيت الموجود وعندك مي وسيطرنا على الحج. لكن وين اكو هيج دراسات موجوده؟ وين اكو هيج ناس اللي تشتغل من اجل وطن؟ دور منو؟ دور الارشاد الزراعي، دور وزاره الزراعه ككل، دور وزاره الموارد المائيه توفر هيج امور. دور رئاسه الوزراء بالاساس الاب، ودور وزاره الزراعه وزاره الماليه، وزاره النفط توفر للفلاح، وتوفير الطاقه الشمسيه، صناعه، فكل الوزارات، انا احكي مو واحد، على كل العراقيين، كل مسؤول وقاعد على ميز وعنده مسؤوليه ان يحكم نفسه ويباوع الله بين عينه. في سبيل الفلاح انظلم. مزارع والفلاح المزارعين بشكل عام انظلموا، والفلاحين انظلموا، وهذا الظلم صعب. يعني صار لنا سنين مظلومين. ماكو يعني انت فكر بي انت تنطس، ذاك اليوم وزعوا مليارات، تعالوا اقتصاد ينطون، هاي بنوا العراق، بغداد سووا كله كونكريت، اصلا ما بيعتمد على مو مكان ما تنطي هاي ايش ابني، ما اقول لك بناء محترم، ولكن انت انطي الفلاح ايضا من هذا الانتاج، وخلي المشروع ماله مثل ما انت تطي المشروع هنا تنتج، هذا المشروع خليه يضمن، يضمن المشروع، فلاح ما عنده عقار، ما عنده عقار. يم مدير مصرف العقار قلت لك قبل فتره قال والله لحد الان ما مشت عندي معامله، مقدمين علي عندي 200 واحد وتلكوا لان ما عندهم عقار. طيب اذا تعرف انت تلكوا ما عندهم عقار ليش مشينا هاي الفقره؟ خلي المشروع يكفيك في الناس. ضمانكم بياله مثل ما كانت قبل تمشي. حتى في سبيل يقدر الفلاح ياخذ مرشات وياخذ ساحبات وياخذ حاصدات. بعض يعني للاسف شيخ احنا ايضا انا دائما انتقد المصرف الزراعي وانتقدهم بقوه حقيقه. بعض الفلاحين ياخذون القرض اما يروح تلقاه اخذ له 50 مليون 100 مليون اشترى له سياره عاليه. هذه دعايه على الفلاح رجاء، انا بالنسبه لي انا اكل بعض، انا بالنسبه لي قتل هاي الشغله. اكل بعض لانه ماكو فلاح، اول وحده فلاحنا هسه عقليته واسعه وكلهم خريجين ومهندسين وفاهمين، ما عندنا هاي اسمه، ولكن هي هذه في سبيل حتى يكون اكو بعض الحالات صارت في الحاله إيه؟ قبل اربع سنين التقينا بمصرف، كان مدير مصرف الزراعي قال عندي اثنين بالالف تكاو، اثنين بالالف وهي مثل عاديه في كل المصارف. حلو خوش رقم زين اثنين يعني انت هسه تحاسبني والله عندي شنو صارت حاله شاذه او حالتين، فلا تفكر بها. ليش تفكر شلون تنتج بلدك؟ ليش ما يكون انه موضوع مثلا اطلاق مشروع تقنيات الري الحديث عن طريق الاتحاد، اتحاد الجمعيات الفلاحيه، انكم يعني انتم اليوم كجمعيه اقرب للفلاح من الدوله، وانتم اقرب الى الدوله من الفلاح، انتم حلقه وصل بين الجهتين. صحيح. ليش ما تكون انه عمليه تقنيات الري الحديث وتوزيع القروض على الفلاح من خلالكم؟ احنا الفلاح يقول لك انطيني عقار انا اكف له عقار عندي. لا اغير القانون اضغط. هو هذا نقول. كم مره التقيت برئيس الوزراء؟ احنا ما خلينا ما كان ما وصلنا له كلام. وقلنا لهم يابا الفلاح ده. ويمكن انا من خلال قناتكم الموقره وغيرها اصيح يابا الفلاح ما عنده. ما عنده عقار، ما عنده عقار. باعوا دول العالم كليتها، فلاح الدونم الواحد يعادل مليار ما ينطيه. صح. آه؟ زين انت تنطيه تبخل عليه بال 50 مليون وبالانتاج ينطيك اياه يعني. خلال سنه سنتين انت قصد اياه يعني وهو ضمانه تريته. اكيد شيخنا. طبعا احبه المشاهدين ايضا عندنا بعض اللقاءات الاخرى اللي تكلموا الفلاحين عن مظلوميتهم امام وزاره الزراعه، خلونا نشاهد هذا الفيديو راجعي. نحن منتجين البذور اليوم نقف وقفه احتجاجيه امام وزاره الزراعه. مطالبة بمستحقاتنا، احنا ما نريد نختزل الهم الوقت وبالكلام،
هي بيع وشراء. اليوم انت طلبت علي مواصفات، انا جهزتك على المواصفات اللي ردتها يا وزاره الزراعه حسب مواصفات تصديق البذور، يعني شوائب كذا، شعير كذا، المهم استلموها. من استلموها انتهى، صارت بذمتكم. من صارت بذمتكم اليوم انت صارت بيع وشراء، مثل ما انطيتك حق انه ترجع لي حقي، تنطيني 50% وقسم بعد ما منطيني. زين انت شو وقت تنطيني حقي اذا اني اليوم 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 اني بالنسبه لي اذا ما استوفي حقي شلون ازرع الموسم؟ احنا هذا الموسم الفات من اوكرانيا، وصارت اوكرانيا وتحاصرت اوكرانيا، الحبايه قاموا يدوروها دوار الحنطه، يعني ما ظلت كل الفرق الامنيه والتابعه لوزاره الزراعه بداوا انه يطبلون يابا ترى الشعب كذا راح اكو. تدري احنا عندنا محافظات منتجه ومحافظات مستهلكه، عندنا المستهلكه اكثر من المنتجه، فدائما احنا نحتاج الحبوب. بكل دول العالم المنتج البذور عنده صلاحيات وزير يصدر من يمه وتكافئ الدوله اللي هو بيه، احنا بالعكس احنا هنا ننهان النوم. يعني انت شلون تنهان تنذل؟ تنذل اذا ما تسلم مستحقاتك. منا الخطه ما مكمليها، منا الكيمياوي لحد الان ما جاي ما طاب المخازن، ايش وقت بعد يعني؟ واحنا هسه اكثر من هالذله هاي. الفلاح العراقي ايش ما يطيح يقوم، عالي يظل مكانه وما حد يلوحه، بس هاي الحكومه تريده ماشت نار وتحاول تسقطه بلعبه مفضوحه، لا ينطون حصته ولا دعم بي خير، وبيده للمناصب صار مرجوحه، بسعر ما ينذكر يردون اكون يبيع، ترى الفلاح كلش طلعه وروحه، الحكومه تريد منه وهي ما تنطيه، وفوق الضيم تزيد جروحه، غايتها الحكومه تحارب المنتوج، وفكرتهم قديمه سنين مفضوحه، يردون الفلح ما تلزم المسحه، بل كل قاع تصعد بيها ملوحه، بقرارات الظلم ما يقبل الفلاح، يشوف القاع يشوف القاع ميتك باله مذبوحة، هاو هاو ها بدم وموت ونحي القاع وما نخليها تصبخ. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ ضياء، بالأهازي صارت التظاهرة، يعني انت شفت المأساة، مأساة أو مأساة؟ والله مأساة. يعني شنو ذنب هذا؟ يصدر ينتج وداين وجاب ودي وانطاك بذور يعني مواصفات عالمية حسب مواصفات اللي انت حتى في سبيل تستخدمها للزراعة، زين وانت راح توزعها هسه وراح تاخذ فلوسها مرة ثانية، زين انت يعني ما اعرف، زين هاي الفلوس اللي ذاك اليوم مال الامن غلب وين ودوها؟ مو قالوا الفلاح اغلب ما انطوا يا فلاح، هذا فلاح يلا هذا فلاح، كتل سياسية كتلة نفسها على القانون، اي هذا هي رئيس وزراء كتل يعني نفسها على القانون. زين انت هسه يعني انت انا عتبي على رئيس الوزراء بصراحة، يعني هذا هاي رعيتك، هاي رعيتك انت المسؤول الاول، مع احترامي اليه واعتزازي اليه، ويعني من اناجده اقول له هذا مسؤوليتك. ما اريد انا ما اريد اوصل لمرحله انه ممكن احرجك باحد الاسئله وانت شيخنا ونعتز بك في برنامج ارض السواد، تقييمكم للحكومه الحاليه بموضوعات الزراعه بصراحه. والله شفت بعينك نجحات فشلت. بس شوف شوف بعينك، ما اقول لك لا اقول لك فتحت الحين، شوف بعينك. فلاح مستحقاته ماكو. شغلاته ماكو، اسمده ماكو، وبدت تنزل هاي صار سنتين ثلاثه تنزل من 6 ملايين 5 ملايين الدونم تزرع، مليونين ونص دونم تزرع، هسه مليون ونص سنت اللخ ولا دونم. يعني ماكو من يشيل لما طالع على اسمه يشرب مي بيهم. اها طبعا احبة المشاهدين، ضيف عزيز علينا هو الاستاذ علي داوود الدلفي، منسق تظاهرات الفلاحين اللي خرجت امس من محافظة، او هو اتصاله من محافظة واسط. اهلا بك استاذ علي. استاذ علي تسمعني؟ نعم اسمعك، تفضل. اهلا وسهلا بك في برنامج ارض السواد. اهلا وسهلا، تشرفنا بك بالقناة. ربي يخليك. طبعا معايا ايضا في الاستوديو الشيخ ضياء الربيع، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية. اهلا وسهلا بي، سلمنا عليك. بارك الله فيك، الله يخليك، حياك الله. ابو حسين، خلي اليوم ندخل الباحه تظاهراتكم على شنو؟ شنو كانت مطالبكم؟ سمعنا ايضا انه بنهايه التظاهرات اكو وفد من عندكم دخل الى الوزاره، شنو كان نتاج هذا الاجتماع داخل الوزاره؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناه الايام والضيفك العزيز. اهلا وسهلا.
البارحة كانت المظاهرة من كل أنحاء العراق، الفلاحين المسوقين إلى شركات البذور. نعم. تعرف السنة الفاتت كانت أزمة حبوب، كانت الخطة الزراعية تراجعت إلى النصف والإنتاج تراجع إلى النصف، يعني كل التوقعات كانت ما تعبر. يعني احنا كفلاح وكمهتمين بالشان الزراعي كنا نتوقع ما توصل الانتاج الى مليونين، بس الحمد لله والشكر هو البذور يمكن عبر المليونين و300 مليونين و400 انتاج العراق في ظل ازمه عالميه للحبوب. فصار اهتمام قبل التسويق، وكان منقذنا موعد وزير الزراعه والبرلمان بأنه تدفع مستحقات الفلاحين خلال فترة 10 أيام. نعم. احنا سوقنا المحصول، اللي سوق للتجارة استلم المبلغ كامل. احنا سوقنا المحصول لشركات التجارة، شركات وزارة الزراعة، شركات سمي الشركات أبو حسين، أي شركات؟ شركة ما بين النهرين والشركة العراقية لإنتاج البذور، هاي شركات تابعة إلى وزارة الزراعة. نعم. هاي فقط مهتمة باستلام البذور وتسليم البذور إلى الفلاحين قبل بدء الموسم الزراعي. نعم. سددونا 50% من مستحقاتنا هاي الفترة، يعني من شهر الخامس وإحنا هسه اليوم 10/10. نعم. سددونا أقل من 50%، يعني السيارة الوحدة يعني حتى تكون على بينة، طن مال 25 وبقوا مال 25 طن لحد الان ما نعرف ينتي وزعوها. نعم. تعرف حاجتنا وغلو الاسعار وارتفاع الاسعار المبيدات والاسمده وارتفاع حتى الغاز اللي العام كنا ناخذه 100,000 هسه 150,000 160 وماكو. صح. فهاي الحاجه دفعتنا نقيم مظاهره امام وزاره الزراعه. نعم. يعني هي المسؤولة على ذن الشركات، نطالب بمستحقاتنا. تعرف نعم. يعني هاي الفترة الفاتت من كانت الأزمة الاقتصادية والفلاح واعي وعارف شكو ماكو بالبلد، انتظرنا قبل سنة سنتين، انتظرنا أكثر من سنة ويلا حصلنا مستحقاتنا، بس الآن ماكو مبرر وماكو فشي يدفع الحكومة إلى أن ما تعطي المستحقات، لأنه عدوى وفرة مالية وشرعوا قانون خاص، يعني خاص بالامن الغذائي، سموه قانون الامن الغذائي، ولو هو طلع عن هذا الاسم وراح الغير جهات وراح الغير للاسف. بس احنا نريد مستحقاتنا، تعرف احنا لا حول ولا قوه الا الفلاح، نريد مستحقاتنا حتى نقوم بالعمليه الزراعيه لهذا الموسم. فعلى اثر هاي التظاهره ارسلوا لنا وفد، قالوا يا الوزير كان ما موجود الصبح، رحنا على الوكيل الاداري. تسمعني استاذ؟ اسمعك معاك. رحنا على الوكيل الاداري، مشكور الوكيل الاداري، انسان والله يعني مهدي سهر الجبوري، انسان والنعم منه. تمام صح. بعدين مهدي رمد القيسي. مهدي سهر الجبوري. مهدي سهر الجبوري، نعم. مهدي سهر الجبوري الوكيل الاداري، مو الوكيل الفني. نعم. اي فبعدين اخذنا وراح للسيد الوزير، صعدنا لمعالي الوزير. المعالي الوزير ما عنده اي مبرر، يعني دز على شركه ما بين النهرين، دز على الماليه داخل الوزاره، يعني حتى احتمال حتى ما توجههم، قال لهم تنطون مستحقات الفلاحين وتدبرون اموركم خلال فتره ما تتجاوز الخمس ايام سته. زين. وقلنا له احنا اذا ما نستلم مستحقاتنا بهاي الفتره هم نرجع نسوي مظاهره قدام، وهالمره المظاهره اكبر. لانه ما عندكم اي شيء، فائض مالي موجود، شنو السبب يعني انتم ما تعطونا مستحقاتنا؟ وعلى اثر هذا انسحبوا الناس كل مره راح البيت. واحنا هسه من خلال قناتكم، من خلال قناتكم نناشد كل المهتمين بالامن الغذائي والشان الزراعي ان ما تتكرر هاي الحالات، يعني هاي حالات تكررت من شان الدوله ضعيفه وما عندها امكانيه ماليه. الان الامكانيه الماليه يعني مقتدره و فائض موجود، ايش عجب يعني هو اذا ما يذبحني اليوم يذبحني باكر، ايش عجب يعني ياخرونه حتى ياخرون الموسم الزراعي وياخرون الناس ويسوون مشاكل يعني الناس استاذ علي، يعني صار عندكم تلكف في بدايه هذا الموسم بسبب التاخير؟
لا هو الموسم لحد الان ما بدا، بس الساق تعرف يعني. لا بس تحضرون الارض وغيرها من هاي الامور. اي بعد الموسم اليوم يلا بدا الموسم بعد ما بدا، بس احنا تعرف صارت مشاكل ويا كل فلاح عنده فلاحين احنا نسميهم النسابه، النسبه هذول ياخذون نسبه، وابو الحاصوده وابو الكاروبه وابو السياره واللي مطلوب مبيدات واللي هاي كلها رادوها من عندنا، لانه اقراننا من وزاره التجاره استلموا وسددوا. احنا من ما مستلمين حتى ما يصدقون، هسه تقول له انا ما مستلم يقول لك لا وينك وهيجي كلها استلمت، تقول له يا ابو والله البذور ما مستلمه ما يعذرك. الناس هم صارت مشاكل بين الناس، وهذا يطلب وذاك مطلوب. احنا نريد مالاتنا استاذ، واحنا ما نستجدي من احد، تعرف الفلاح صح حقكم هذا. إذا ياخذ شيء مقابل شيء، يعني انا من انطيك حنطه بدل ما تستردها من اوكرانيا وتستردها من استراليا وتستردها من امريكا، انطيني فلوسي يعني انا ابن البلد احق بيها. والله صح. بعدين التداول داخل البلد، هو الفلاح لا يستورد ولا عنده شيء يجيبه من الخارج، يداورهم داخل البلد ويحرك العمليه الاقتصاديه كلها. فعلا. واحنا عندنا يعني عندنا مقاله اقتصاديه يقول الدخول تعتمد على بعضها البعض. نعم. ياخذ الفلاح ينطلب الدهن، ينطلب الكاروبه، ينطي هاي كلها عوائل عايشه على الفلاحين، وهي المبالغ الوحيده اللي تحرك السوق هي مبالغ الفلاحين، هاي من خلال تجربتنا في هاي الفتره. الناشد من خلال قناتكم. اكيد كل مناشدتك ان شاء الله على عيننا وعلى راسنا. استاذ علي داوود وقناه الايام الفضائيه وبرنامج ارض السواد راح يتابع معاكم كل التطورات بشان منتجي البذور وتاخر اليوم مستحقاتكم. كل التحيه والحب لك استاذ، وكل التحيه لفلاحين محافظه واسط ومختلف المحافظات العراقيه. كان معانا علي داوود الدلفي منسق التظاهرات. طبعا احبه المشاهدين انه زراعه الحنطه ما تجيب الشيء الهين، الفلاح العراقي لحد ما يوصل يسلمها للسايلو هو تعبان متأذي بكثير من الأمور ماديا وصحيا وحتى نفسيا. خلينا نشوف هذا اللقاء السابق وراجع. هسه ايش قد زرعت حنطة؟ والله زرعت يعني تقريبا مقارب بالمئة دونم يعني. بالمئة دونم. ايه. الانتاج شلونه؟ الانتاج بالنسبة للانتاج نص الانتاج مال السنة الماضية. اها اي نعم. يعني هالسنه الانتاج مو جيد. اي لا مو ذاك اللي ببالك. شنو السبب؟ السبب اول شيء نقص الماده الكيميائي والهذا ما قالت الداب وغيرها. اي هو الماده، لان الزرع ما يصير اذا مو ماده، وخاصه الحنطه. الحنطه لا هسه العام بالنسبه للعام كان الطن السنه بجريب وصل لجريب المليونين. اي العام ب 600 الف يعني وين الفرق؟ أكبر. المساحة تقدر تزرع على ما تريد وتذب المادة أنت اللي ببالك. والعام السنة العام الدولة عوضتنا انطتنا كيمياوي. إيه. هم فادتنا. السنة أعطيني الدونم 3 كيلوات. السنة يعني 3 كيلوات. هو الدونم ايش قد يحتاج بالحقيقة إذا أريد نسوي إنتاج؟ الدونم هسه أني اللي إذا أذب إنتاجية تمام أذب للدونم وزنه عدل. وزنه. وزن اذب اني العام اني ذاب يعني اقل شيء 75 بالدونم. ذبت عندي انتاجيه فول. انتاجيه فول. نفس المساحه السنه ذبت نص الكميه عدل. نعم. عانيت بموضوع المياه خاصه باللطيف؟ نعم عانينا، بس رقم هذا يعني نعم. رتبنا وضعنا من مي مالح من مش اسمه على مشيت الامور. مشينا الامور. انت هالسنه كم كيلو خليت بالدونم من الكيمياء وهاي الامور؟ السنه يعني شيء بسيط. يعني قمنا ندور على قولت اللي يقول يعني الكيمياء اللي ارخص قيمه. يعني مو ما نقوم ندور ابو المليونين، يعني ندور ابو ال 200 اللي هو هذا نعتبره تراب. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا مع الشيخ ضياء الربيعي. بالبدايه اريد اسالك على الاتصال مع الاستاذ علي داوود الدلفي. يعني معاناه واصلين الى مرحله انه للاسف اكثر حكومات العالم انه اكو ثقه بينه وبين المواطن، اليوم مواطننا العراقي والفلاح العراقي ما عنده ثقه اليوم بالحكومه. وصل لهذه المرحله. ما
مو بس ماكو ثقه يعني بعد ما يعني يحس ما مو بلده صراحه مو يحس بلده. انا يعني لما ينتج وينطيك انتاجك في كل دول العالم هو مسلف لي قدام ينطونا لي قدام فلوس يقول اشتغل انتجنا انتجنا هاك فلوس انتجنا زين انت هسه ما يريد فلوس يعني فلوس اللي صرف ذمه وبالتالي فلوسه يعني الظهر على مود يستلمها ماكو شيء منطق ترى صح ولكن من تقول يعني انا اظل اناشد اقول انا قاعد نطالب السيد الاستحاذ ذاك اليوم طلع حمين رجال بفضائيات وحكي وراح التقى بوزراء وحكي يعني المفروض هسه احنا وزراء طلعوا وقولوا ما بدينا شيء حتى احنا نوجه نفسنا نقول يا رئيس وزراء يا رئيس وزراء ترى الوزراء كل شيء ما بديهم يعني انت لك الحل. فانا اقول يعني اتمنى انه رئيس وزراء يشوف انه يشوف هاي الحلقه ويشوف هذا الحكي حتى يطالب الوزير ماله يقول له تعال هذا انا منطيك فلوس وينها؟ واذا ما منطيه ذي الساعه يدبر الفلوس وينطي حتى يسدون العالم. زين اسمده لا تصعد. ايش قد هسه صار الطن؟ والله بعد هسه الموسم بدا تو هسه نشوف شلون يصعدون. احتمال نوصل مليونين وشوي. بينما اي ادري احنا ليش ما اكون تاجر عراقي؟ ارقى انواع الاسمده هو العراق. مو عندنا مال بصره. هو مال بصره. كان ما عنده مال بيجي وقفوه يقدرون يشغلونه بست اشهر يقدرون يشغلونه. شغله وعيده. لكن عندنا بعكاشات فوسفات مالنا من ارقى انواع الفوسفات اللي تطلع من عنده كل اللي تريده. لكن ماكو عندنا ذاك الوطنيه ماكو صح يعني اللي يقهرك ماكو اليوم يعني حسب تصريح وسائل اعلام تركيه ان العراق اكثر بلد يستورد محاصيل زراعيه من تركيا اي فعلا بالمليارات بالمليارات هاي المليارات تطلع عمله صعبه تطلع لي والله تطلع لايران وتركيا والاردن ولبنان والمصر لكن انت ليش ما تنتج بلدك؟ ادعم الفلاح حتى في سبيل ينتج، احنا عندنا ارضنا محترمه وفلاحنا معطاء، والله فلاحنا ارقى فلاح. بس ادعم نعم بس هي الامور. بما تكلمنا على موضوع تقنيات الري الحديث، طبعا امس كان او اول امس كان هناك مؤتمر دولي للمياه في محافظه السليمانيه، كان حاضره وزير الموارد المائيه السيد الحمداني، وحقيقه اخر شهر كان هناك حقيقه هجوم او ما اقدر اسميه هجوم، اسميه عتب متواصل من وزاره الموارد المائيه على وزاره الزراعه، ان وزاره الزراعه تاخرت بموضوع تقنيات الري الحديث، تاخرت بهذا الموضوع مع العلم كل بلدان العالم وخاصه اللي حوالينا في الشرق الاوسط وصلت الى مراحل متقدمه بتقنيات الري الحديث. خلينا نشوف ايش قال وزير الموارد المائيه بهذا المؤتمر الدولي وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. شيخ ضياء، من خلال كلام وزاره الموارد المائيه على لسان الوزير المحترم يقول لك انه انا عندي اولويه هي مياه الشرب. بارك الله فيك. موضوع الزراعه سووها تقنيات ري حديث افضل لكم. لا هو نفسي ترى الرجل قاعد وياي السنه المضيت ووزير الزراعه. واتفقنا على المرشات راح يجيبوها ووزعوها الفلاحين واستبشرنا خير وبلغنا الفلاحين قلنا لهم يابا هذا الكلام جماعه اثنينهم موجودين. ولحد الان ماكو ولا ربع وحده. فهنا العمليه ما اتوقع قناطين كركوك اتوقع تقنيات الري الحديث بكركوك شاهدناها. احنا سوينا محافظه وحده ما نريد ناخذ نموذج واحد. عموما انا احكي لك بشكل عام. يعني احنا هسه اذا تجيب هاي المرشات وتشتغل احنا نعطيك مو يقول 3 مليون لا نعطي 5 مليون. لان فلاحنا ينتج وينطي تنطي اسمده وانطيه مي بالمرشات الحديثه وممكن هسه مثل ما قال يعني هسه الري المبطن يعني مكان ماي مكشوف ويروح عندنا تبخر كل هذا المي يروح هذا المفروض ينحفظ. عندنا مي كلش هوايه. ايش قد ما يصير عندنا هسه ما يقول قليل عندنا مي. ولكن ما يعرفون يستخدمونه بحيث الشغلات الحديثه ولما الله يفرت لنا يلتفت لنا بالامطار ذي الساعه ما نحتاجها ان شاء الله. فعلا كل التحيه والشكر لك الشيخ ضياء الربيع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحيه على كل هذه المعلومات ونتمنى عمل اكبر للاتحاد من اجل الفلاح العراقي. احنا نشكركم وباسم رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد المكتب التنفيذي وكل الفلاحين نشكر قناتكم الموقره واحنا نريدكم ان تكونوا مستمرين ويانا اكيد معاكم واحنا
في سبيل احنا عندنا وقفه اخرى بصراحه كمكتب تنفيذي مقررين عندنا موقف ننتظر اولا المستحقات اللي موجوده اضافه الى الاسمده والله الحديث ان شاء الله حنكون على تواصل مع حضراتكم. طبعا احبه المشاهدين قبل الختام لما استبشرت بعض الكتل السياسيه بموضوع قانون الامن الغذائي من اسمه قانون الامن الغذائي ولحد الان اكو بعض الفلاحين وبعض منتجي البذور ما مستلمين مستحقاتهم والاسمده يوم بعد يوم قاعد تصعد. هذا مو قانون امن الغذائي، هذا قانون امن الاثاث. اذا اليوم مكتب رئيس وزراء 70 مليار دينار مخصص على مكاتب الاثاث او الاثاث وغيرها من الاجهزه اليوم تخص مكتب رئاسه الوزراء. اليوم اذا مكتب رئيس وزراء يجدد اثاث ب 70 مليار ويطل وزاره الدفاع 30 ما ادري 40 مليار فهي مصيبه عظيمه كبرى. ونتمنى اليوم من كل مجلس النواب اللي يمثل الشعب فتح تحقيقات بهذا الموضوع اكثر واكثر واعطاء هذه اليوم فرصه للمحاكم العراقيه من اجل اليوم عوده العداله الى مؤسسات الدوله. نريد يمين ضيق الفلاح. لا ينسى الفلاح، ترى الفلاح صعب. اكيد. واذا نزل بالشارع ترى غشكل. ان شاء الله خير. ان شاء الله. احبتي المشاهدين هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.